بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا التقرير الذي نأخذه لكم من محافظة حفر الباطن عن أصحاب الإبل وملاك الإبل المتضررين من تسمم الأعلاف. معنا مالك الإبل سعود المطرقة أنطيري، مساك الله بالخير. الله يجزاكم خير وشاكرين لكم على مبادرتكم معنا. الله يطول عمرك أخوي سعود. أبيك تحدثني عن كيف تضررت من الأعلاف إبلكم؟ والله طال عمرك الأعلاف تقريبا من قبل ثالث عيد، قبل العيد بثلاث أيام. أخذنا دفعة اللي هي الكمية اللي قبل العيد، علفنا فيها، بل تفاجأنا طال عمرك بورين بالنحور وورين بالوروك، وعقبها البذ تستبرك وعقبها تموت، ولا ندري وش الموضوع. بلغنا الزراعة طال عمرك ولا قصروا الزراعة، اللي هو دكتور فهد الله يجزاه خير، دكتور فهد العنزي، بادرنا وباشر الحالة وطلعنا كادر طبي واخذوا عينات من البل وارسلوها للفحوصات، وتبين لنا طال عمرك انها تسمم مادة محطوطة بالعلف. العلف مش العلف اللي هو مكعب فتكو مخصص للبل. والان طال عمرك مات عندنا 11 تقريبا مع البعير، والمستبرك 7، والمصاب تقريبا البل كاملة مبين فيها الوريم. والآن تبي تشوفونها، أول ما صاب طال عمرك صاب عيال البل اللي هي المفاريد والحشو ورمت واستبركت، وعقب أبدا الناقة اللي تستبرك ما تقوم سواء مفروض ولا ناقة، وإلى الآن ما لقوا له يعني علاج معين، نعطي دربات وما دربات ولا في حل. طيب في اختلاف العلف اللي قبل والعلف هذا، ما لاحظت اختلاف؟ لاحظنا اختلاف بسيط فيه، ورجعنا للموزع قبل نعلف وقال هذا انه من الشركة، هي مصغرة فيه شوي، مصغرة بالحبة شوي. ولا وهذا اللي حصل معنا طال عمرك. الزراعة مثل ما قلت لك، نشكر الدكتور فهد العنزي مدير زراعة حفر الباطن على جهوده، ما قصر الرجال معنا، بلغناه وبلغنا بالرقم المجاني اللي هو بالوزارة، ودكتور فهد وجه لنا كادر طبي واخذوا عينات من البل وشرحوا عندنا واحدة من البل، وجزاهم الله خير اللي بيدهم مسوينه، وعلم بلغونا انهم في مادة سامة بالعلف. والله طال عمرك بالنسبة للمسؤولية معروفة، اول شيء خطأ تصنيع، وإن شاء الله أن ولاة الأمر ما هم مقصرين وبيأخذون يتخذون الإجراء السليم، ووكيل الوزارة اللي هو البطشان أبو عبد العزيز ما قصر معانا وبلغنا أنه تسمم، وإن شاء الله إحنا في رجاء خير طال عمرك. إحنا نقول نطلب من أبو عبد العزيز البطشان ونطلب من ولاة أمورنا أنهم يشوفون حل، خبر انت ابل مجيمة والحلال غالي عند هله، ونطلب طال عمرك اول شيء نطلب منهم طال عمرك انهم يوفرون علاج للحالة اللي موجودة عندنا الى الان مقاومة. الشيء الثاني طال عمرك يعوضونا بحلالنا اللي راح. طريقة التعويض بالحلال اللي راح، الحلال بعض الحلال ثمين، ما هو طريقة التعويض بتعوضون على اجمالي ولا تتعوضون على يتقيم البل كاملة، ولا وش اللي تطمحونه؟ نطمح طال عمرك استخراج لجنة أو من أعيانه أهل الحلال اللي هو أهل البل، الناس اللي تعرف من سوق البل ومن ملاك البل، لأن ما كل ناقة مثل ناقة، صحيح الحلال كله غالي عند هله، ولكن الأسعار تختلف، عندك في ناقة مليون وعندك فيه ب5000. صحيح. ونطلب طال عمرك من الشركة أو من الجهة المسؤولة اللي تبي تقيم الحلال أو تبي تعوضنا أنها تطلع من ملاك البل ومن سوق شيخ سوق حفر الباطن تقييم البل وإعطائنا السعر المرضي، والله يعيننا طال عمرك. وحنا أبد ما نبي زود، حنا راضين بحقنا، راضين بحقنا يقيمون، والسعر اللي يوصلون له أو التقييم اللي يرضي أهل سوق البل وشيخ سوق البل ويرضي الشركة احنا قابلين فيه طال عمرك. والله هالبل طال عمرك مثل ما قلت لك، البل معروفة والبل مجيمة تقريبا من 40 سنة عندنا، يعني ولا جاها من برا السوق شيء نهائي،
كلها بنات بعض ومعروفة بالنسبة. أتكلم لك عن ضواحي حفر الباطن وملاك البل بحفر الباطن معروفة عندنا ويعرفونها، وفي أسوام عليها وفي ناس سوامة وملاك إبل موجودين، وبإمكان الشركة أو المقيم ياخذ شهادة منهم. وأنا سبق أني طلعت الأخ بدر سماح المطيري من سوق إبل حفر الباطن، والأخ معزي طويق الله يعطيهم العافية، طلعتهم من باب الشهادة لأن تقريبا هم معاصرين البل ومن أهل السوق وعارفين الأسعار، فطلبت منهم شهادة وطلعوا الرجال علي وصوروا المستبرك وصوروا اللي مات وصوروا الموجود، وأتوقع أنهم يعرفون الأقيام، وأي واحد تجيبه من ملاك البل أو من المقيمين راح يعطيك إن شاء الله السعر وله بضال منح. أخوي سعود، بما أن الشركة شركة الأعلاف هي المعنى الأول في التسبب الخطأ، خطأ الشركة، وش اللي سوت لك من الإجراءات اللي اتخذتها الشركة الآن تتخذها معكم؟ الشركة طال عمرك بادرتها الآن طيبة، الشركة من تبت تقريبا التسمم أو من وصلتهم شكوتنا كلفوا لنا صيدلية بيطرة بحفر الباطن وفتحوا لنا فاتورة على حساب الشركة ناخذ الأدوية، وطلعوا معانا دكتور يعالج قلب اليومي، طبعا كل هذا على حساب الشركة. يعني البوادر اللي احنا نشوفها ان شاء الله نقول الله يجيب الخير. آمين ان شاء الله. كم عدد المتضررين من ملاك مدينة حفر الباطن؟ والله اخوي حسب ما وصلني وبعض الزملاء اللي تواصلت معهم، في عندنا زقم الطوالة وفي عندنا مرزوق الأتيبي وفي واحد رشيدي، تقريبا المتضررين بحفر الباطن حسب ما وصلني وطلعت عليها بوزارة فرع الزراعة بحفر الباطن تقريبا 8 أشخاص أو 7 أشخاص، وكلهم تقريبا نفس الإجراء اللي اتخذوا علينا، واخذ منهم عينات، والآن الشركة مباشرة معاهم بالعلاج، وعسى الله يكتب لي فيه خير ويعوضكم خير إن شاء الله بداله. الله يجزاك خير. وبالنسبة للبل، البل لها شان كبير، وحكومتنا الله يجزاهم خير ويطول بأعمارهم رفعوا شأن البل، ومهتمين بالبل ومهتمين فينا والمزاينات، والبل غالية عند أهلها ولحد مرخصها، وحنا كل اللي نقوله طال عمرك نقول للشركة أنها تحاول تلقانا حل أو توصلنا إلى علاج للحالات اللي متبقية عندنا، وأنهم يعطونا حقنا لا أكثر ولا أقل، ونطلب من الجهات المختصة اتباع الموضوع وتحويله بالشكل الصحيح لنتخذ إجراءاتنا اللازمة إن شاء الله. الله يعوض عليكم خير. عموما احنا راح ناخذ المشاهد ننتقل في كاميرتنا الى البل وموقع البل والبل المتضررة والبل الميتة مع اخونا حسن. حياك الله طال عمرك، واخيرا طال عمرك نشكرك، احنا مفروض نشكرك من البداية، نشكرك طال عمرك على جهودك وعلى مبادرتك ومباشرتك للحالة، ونقول لك الله يقويك طال عمرك وبيض وجهك، وقناة المرقاب وافية طال عمرك ومباشرتنا الحدث، وشاكرين لكم طال عمرك. انتقلنا بكم مشاهدينا الكرام الى موقع الابل ومعنا اخوي حسن
المطرق هنطيري. هلا اخوي حسن. يا مرحبا يا مرحبا. هلا فيك اخوي ثلاب. الله يطول عمرك. الله يعوضكم خير ان شاء الله. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير يا اخوي ثلاب. نعم هذه الابره النافقه اخوي ثلاب. متسممه بسببها اعلافها المركبات. وعسى الله يعوضنا خير يا اخوي ثلاب. كم والله اللي نفق تقريبا حوالي 11 غير اللي مصاب في الموقع بالعددها تقريبا حوالي 70 كلها اكلت من العلف وكلها تسممت. كلها مصابه؟ نعم كلها مصابه. واللي نفق منها الى الان 11 ويوميا ينفق منها الى الان والموت شغال فيها اخوي ثلاب. الله يعوضكم خير ان شاء الله. الله يعوض. بدايه بعد ما اكلت العلف بكم يوم جهل؟ والله أكلت العلف 3 أيام ثم بدأ عليها العرض ووقفنا العلف. نفق منها 11 والبلة الثانية مصابة كلها مترفخة نحورها وروكها مترفخة وكلها ظاهرة عليها الأعراض كلها متسممة. عسى الله يعوض علينا يا أخوي ثلاب. الله يعوض عليكم إن شاء الله. أخوي حسن بعد ما اكتشفتوا أن هذا تسمم فيه أدوية علاجات محفزة مقوية تشيل التسمم من البل ولا مقوية بس ولا لا؟ وش قالوا لكم؟ والله حنا بعد ما اكتشفنا اتجهنا للزراعة. سوينا بلاغ للزراعة الحفر الباطن. الدكتور فهد جاء هو الأخوان الطاقم الطبي ما قصروا صوروا الحدث وقاموا على الحدث وعطونا علاجات وقائية. أنا ما شفت علاجات تقطع التسمم هذا ما شفته. النفق كل يوم يحصل. عطونا علاجات وقائية ما قصرهم حسب إمكانياتهم. خذوا عينات أرسلوها للوزارة تم تحليلها. النتيجة حسب ما سمعنا تسمم في العلف. النتائج في الوزارة وهذا اللي صار يا أخوي ثلاث. العلف اللي هو مكعبات اللي نعم العلف مكعبات. الله الله. وش اللي نفهم من البلة البعير؟ والله نفى من البل ما هو شيء طيب علينا. نفى من البل البعير ونفى غيرها 10 كلها باعر طيبة ومن رؤوس البل وتسام منا مبالغ هائلة ولا لكن الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل حال. طيب طلعتوا للزراعة طلعتوا للرياض اجتماع في الرياض وش اللي دار في الاجتماع في الرياض؟ والله طلعنا الاجتماع طال عمرك وقابلنا البطشان الدكتور حمد البطشان. نعم. بالزراعة في الرياض والرجال وعدنا خير. الرجال يقول حقوقكم محفوظة والمعاملة قائمة إلى الآن. نعم. وموعدنا خير وإلى الآن ما شفنا شيء. نعم. والبل متسممة كلها متسممة ولا شفنا علاج يقطع التسمم إلى الآن ما شفنا علاج. بعد ما اكتشفتوا ان علاج ان تسمم من اسباب المكعب شركة المكعب وش الاجراء اللي اتخذته معكم؟ شركة المكعب شركة فيدكو وقفت على الحدث. ارسلت مندوبها وقفت على الحدث وهم متصلين الان مع الدكتور فهد بالزراعة لكن علاج فعال يقطع التسمم ما لقينا الى الان ما لقينا. النفوق شغال في البل والبل كلها مصابه. انتقلنا بكم مشاهدينا الكرام الى موقع الابل المصابه في التسمم. موقع طبعا من 7 مواقع في محافظه حفر الباطن. اخوي حسن هذه المصابات في نعم هذه من المصابات ومثل ما تشوفون الابل طبعا كلها مصابه كلها مصابه. الابل كلها اكلت من العلف وكلها
متسممة، شيء ما يقوم وشيء متنفخة نحورة، والبل كلها مصابة، كلها مصابة وظاهرة عليها الأعراض مثل ما تشوفون. كم لها يوم على الحالة هذه؟ والله تقريبا لها من العيد، من العيد الله الله من العيد وهي على هالحالة. عطيناها علاجات، الزراعة عطوا علاجات، أمنوا علاجات وجبنا علاجات وتخسرنا وشرينا ولكن ما في فايدة، ما فيها فايدة. يكون فيها عندكم سبع رعاية وسبع ديدان هنا كلها في نفس الوباء، نفس التسمم، كلها نفس التسمم. نعم. الله يعوض عليهم. وكلهم شارين من ال وكلهم نفس العلف، نفس العلف ونفس السيارة. نفس العلف. نعم نفس العلف. ذكروا في سمعتوا بالمناطق الثانية فيها حالات تسمم مثل هذه ولا؟ والله سمعنا في الخفجي. في الخفجي والنعيرية. الخفجي والنعيرية. أي نعم. ونفس العلف ونفس اللي صار عندنا. اليوم يقولون بعد بدوادمي، بعد فيه بدوادمي قالوا. ممكن. عسى الله يستر على المسلمين. هذا سام. خطأ بسيط موظف بتركيبة الأعلاف خسرت الشركة شيء الكثير وخسرت. نعم. صاحب الإبل أكثر وأكثر. نعم خسرتنا أكثر وأكثر، الإبل غالية علينا. نعم. وتعبانين فيها وشقانا وأسعارها غالية وخسرتنا، خسرتنا عسى الله يعوض علينا. نعم. مثل ما تشوفون حلالنا ومصدر رزقنا وموروثنا. نعم. متسمم وعسى الله يعين، عسى الله يعين. الله يعوض عليكم خير إن شاء الله. الله يجزاك خير يا أخوي ثلاب، الله يجزاك خير. هذه البلطة عمرك كلها مصابة، كلها مصابة، كلها مصابة وظاهر عليها العرض ومثل ما تشوفون أباعر معروفة ويعرفونها أهل البل ويعرفونها أهل السوق وخسرونا شيء واجد، خسرونا شيء واجد ومثل ما أنتم شايفين. طيب بالاجتماع ثبت طبعا على الشركة أن الشركة هي الخطأ من الشركة، خطأ موظفة أو خطأ في تركيبة الأعلاف. الأعلاف كنتوا تعلفون فيها من زمان، كم لكم تعلفون بالأعلاف؟ الأعلاف في ناس نتعلف فيها من زمان وفي ناس نحن تونا علفنا فيها، ثلاثة أيام علفنا من العلف هذا وسبب التسمم، وخطأ تركيبة من الشركة وخطأ موظف كلف أهل البل شيء واجد. صحيح. يعني هو الشركة ممكن ما كلفها شيء واجد لكن حنا كلفنا شيء واجد ومبالغ هائلة. صحيح. مبالغ هائلة وأباعرنا شقانا. نعم نعم. لو جاك السوام ما بعتها. لا ما بيعه، يطلبها بمبالغ هائلة ولا بعناه. والآن مثل ما أنتم شايفين كل يوم ينفق فيها، كل يوم ينفق فيها. العلاجات ما في إنتاجية نهائيا، ما شفنا إنتاجية. عطينا علاجات مقوي ومحفز ما فيه، مقوي ومحفز غيره ما فيه شيء يقضي على السم، ما لقينا إلى الآن، ما لقينا. البل كلها مصابة، عددها تقريبا حوالي 70 كلها مصابة. أول ما أصيب بالبل المقهور ولا أول ما أصيب بالبل طال عمرك البل القحات ما تقاوم على طول، على طول مثل ما شفتم. وواحد من الفحول طال عمرك عسى الله يعوض علينا، يسام منا مبالغ عالية ولا بعناه ونفق. والفحل الثاني عبدان مصاب، نعم مصاب متسمم وطايح في المرح. الله يعوضكم خير ان شاء الله. الله يعوضكم خير ان شاء الله ويعوض جميع ملاك الإبل اللي لحق قبلهم التسمم. نطلب من الله، نطلب من الله. ومثل ما انتم شايفين الابل كلها مصابة، كلها مصابة. اللي نفق الله يعوض علينا، والابل الثانية كلها مصابة، كلها متنفخة نحورها وروكها ويا الله تقوم مثل ما انتم شايفين، كلها مصابة طال عمرك. وعسى الله يعين وإن شاء الله أنها معوضين خير إن شاء الله. دولتنا موليت أهل الإبل وأهل التراث وأهل الإبل جل اهتمامها ومهر للمهرجاناتها ولا
وان شاء الله ما راح يقصرون معكم وراح يكون لكل حق ذي حق ان شاء الله. نعم ما فيها. نعم نعم هذا صحيح طال عمرك، الدوله ما قصرت داعمه لاهل البل وحطت مزاينات بمبالغ عاليه وتعبت ولا قصرت. مثل ما انتم شايفين العلاف تسببت لنا بضرر، ضرر مادي هائل وضرر نفسي على ملاك الابل. يشوفون ابلهم تنفق وهي غالية عليها عليهم، عسى الله يعين بس. آمين إن شاء الله. عسى الله يعين. البعير هذا مصاب بعد؟ نعم مصاب، هذا عبدان طال عمرك ومصاب، مصاب من العلف متسمم مثل ما انتم شايفين. الله يعوض عليكم. اي والله الله يعوض عليكم خير ان شاء الله. لو اعطونا فيها الملايين ما بعناه، لو اعطونا فيها ملايين ما بعناها. ومثل ما انت شايف خطا شركه سببنا خسائر. في مقوله عند ملاك الابل يقول البل عند راعيها اغلى حتى من عياله. نعم اغلى من عيالنا. نعم البل غاليه وتعبنا فيها وشقينا فيها وسهرنا عندها وقطعنا فيها الديار وتعبانين فيه، حلالنا وتعبانين فيه، ويروح بخطا شركه مثل ما انت شايف. يا الله يعوض عليكم خير. الله يعوض عليكم خير ابو حسن. الله يعوضكم خير ان شاء الله. الله يجزاك خير. اخوي حسن تقول لك سمعتوا مع وكيل الوزاره؟ نعم وافادنا ان المعامله قائمه وان ثبت الخطا على الشركه في التسمم وان شاء الله ان حقوقكم محفوظه. اكيد حقوقكم ان شاء الله محفوظه. ان شاء الله محفوظة. هذا اللي نبي طال عمرك، هذا اللي نبي. من الاسماء اللي ملاك الابل المصابه في تذكرون اسمائهم، لان اليوم حاولنا التواصل معهم لقناهم في الرياض، ما كل من كلمنا فيه ان ملاك الابل سبعه ملاك الابل في محافظه حفر الباطن افادوا انهم مع وكيل الوزاره في اجتماع في الرياض. نعم نعم زقم بن طواله منهم طال عمرك ونفق له طال عمرك شيء كثير من ابله. والعدواني نفق له طال عمرك شيء كثير وعسى الله يعوض عليه. ومشعل العتيبي وبدر الميموني واسماء ما تحضرني كلهم نفق لهم وكلهم مدونين في الوزاره، اسماءهم مدونه بالزراعه وبالوزاره وعسى الله يعوض عليهم. الله يعوض عليهم خير ان شاء الله ويعوض عليكم خير ان شاء الله. الله يجزاك خير. اشكر قناه المرقاب لوقوفها في الحدث، ما قصرت اخوي ثلاب وعسى الله يجزاكم خير. ولهي بغريبه عليكم. واجبنا والمرء لا يشكر على واجبه، واحنا معكم قلبا وقالبا. الله يجزاكم خير، لا بالله تشكرون. ولهي بغريبه عليكم. ونشكر قناه المرقاب. خطا بسيط مشاهدينا الكرام من موظف شركه في تركيبه الاعلاف كلف الشركه شيء الكثير وكلف ملاك الابل الكثير والكثير. هناك الكثير من ملاك الإبل في محافظة حفر الباطن سبع ذيدان لم نستطع التواصل معهم لحضورهم اجتماع مع وكيل الوزارة في الرياض، ولكن وقفنا على الموجود منهم هنا وشفنا حالة التسمم وشفنا الأخطاء الحقيقة الفادحة اللي كلفت ملاك الإبل الكثير والكثير. الله يعوض عليهم خير وفي أمان الله.